احيانا بيكون اصعب ابتلاء ان يكون القسوه جايه من جوه البيت، بالذات لو كانوا الاب والام، تبقى قاسيه جدا. انا حاسس بيكي، حاسس بيك. يعني ايه ان يبقى جوه البيت اب قاسي، بالذات على البنات، بتبقى صعبه جدا جدا جدا. اتعامل ازاي؟ ده ابتلائك. ما هو كل واحد في الدنيا عنده ابتلاءه، وكل وابتلاءاتنا مختلفه، فانا ابتلائي غير ابتلائك، وابتلائي غير فلان، وابتلائي غير فلان. وكل واحد فينا ربنا حط له منطقه هو اللي هيجاهد فيها في حياته. جهاد النفس، انت جهادك ابوك وامك، انت جهادك جوه بيتك. محدش هيقدر يغير ابوه وامه، محدش بيقدر يغيرهم ولا يتنازل عنهم ولا يعقهم. لا تملك، لان ربنا سبحانه وتعالى امرك. امال هتعمل ايه؟ ده جهادك، هتتحمل، تصبر، تحاور. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم ربنا هيهديك للطريقة الصحيحة، وإن الله لمع المحسنين، هيخليك من المحسنين لو جاهدت فيها. طب أجاهد إزاي؟ تصبر عليهم، تفوت كأنك مش سامع، تسمع القسوة وتعديها. طب افرض عملت اللي عليا وبيدعو عليا، لا يقع الدعاء ولا يستجيب الله لدعاء. إن الله لا يستجيب لدعاء في ظلمة أو في إثم، ما يستجيبش الله سبحانه وتعالى. مش عملتي اللي عليكي، بتحاولي، المهم ما تشخطش فيهم، ما تزعقش فيهم، ما تردش إساءة بإساءة. صبر، تحمل. أنا عارف إنها صعبة، وعارف إنها محتاجة همة كبيرة، ومحتاجة صدر واسع، بس ده جهادك، وده اللي هيدخلك الجنة. وجهادك ده كل واحد في منطقة جهاده دي الحتة اللي بتدخله الجنة. الصبر، الصبر، الإحسان إليهم وبالوالدين إحسانا قدر المستطاع دون مبالغة. مش بقولك بقى دوس على نفسك، أحيانا تخلي في شوية مسافة علشان ما يحصلش احتكاك كتير. صح، ممكن كمان تعمل كده، بس ما تغلطش فيهم، وهتاخد ثوابك كبير عند الله بهذا الجهاد.